الموضوع المرتبط بالفلاحة، يجب أن نعترف بأن المدخلات التي تساهم في الإنتاج الفلاحي عرفت أيضا مجموعة من التقلبات. بلادنا هي بلد منتج الحمد لله لهذا النوع من الأسمدة، لكن هناك نوع آخر المرتبط بالأزوت. هذا بلادنا للأسف ما كتنتجوش لأنه مرتبط بالغاز الطبيعي، والدول التي تنتج هذا النوع من الفيرتيليزون معروفة، سوريا والصين والولايات المتحدة الأمريكية. لكن الشق المرتبط بالمدخلات التي تنتج على الصعيد الوطني، هذا بلادنا كتعطيه واحد الاهتمام كبير جدا، خاصة في كل المبادرات اللي كتقوم بها طبعا الحكومة بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفات. والهدف هو أنه هذه المدخلات نوسع من القاعدة ديال الوصول إليها، وأيضا بأسعار اللي تكون في متناول الفلاحة، لأن اليوم الفلاحة أثبتت بأنه الاستعمال ديال المكننة والاستعمال ديال الأسمدة والاستعمال ديال لو كونساي أغريكول الاستشارة الفلاحية يؤدي في نهاية المطاف إلى الرفع من الإنتاج. ونحن في هذه المراحل إن شاء الله نحتاج إلى الرفع من الإنتاج بشكل كبير، لكي نساهم أولا في توفير هذه المنتجات بأسعار معقولة، وأيضا لكي نحافظ على الريادة ديال بلدنا كبلد منتج على الصعيد الدولي. غنجاوبك على السؤال الثاني المرتبط بالأسعار. موضوع ديال الأسعار، الحكومة تواكب هذا الموضوع، تتابعه. في الأسبوع الماضي تكلمت لكم على اجتماع سوف يتم على مستوى وزارة الداخلية، ستحضره جميع القطاعات المعنية بهذا الملف. هناك اجتماعات أخرى سوف تكون غدا إن شاء الله. هذا الموضوع هذا لا يجب أن نعتقد في لحظة من اللحظات بأن الحكومة تواكبه بشكل دقيق جدا وتتابعه، ماشي فقط على مستوى المراقبة. المراقبة كاينة والمؤشرات والأرقام هي موجودة، لكن أيضا على مستوى المساهمة في الرفع من الإنتاج، وأيضا في مواكبة المنتجين طبعا لكي تصل هذه المواد إلى الأسواق، خاصة المواد اللي عندها واحد الاستهلاك كبير في هذه المرحلة وفي هذا الشهر الفاضل. مرة أخرى الحكومة سوف تستمر في تتبع هذا الموضوع ومواكبته. وطبعا مني كنشوفوا هذه التقارير كلها، لأنه تكلمت على واحد من التقارير، هذاك التقرير تكلم فقط على المرحلة ديال فبراير، ديال يناير إلى فبراير. لكن مني كناخذوا المتوسط إن شاء الله بحكم مجموعة من التغيرات اللي كتوقع في الخارج وأيضا في بلادنا، لأن جزء كبير من هذا التضخم يجب أن نعترف بأنه مستورد مرتبط بمجموعة من المواد اللي لا دخل للإنتاج الوطني فيها. فكل هاد المؤشرات هذا كتعطي واحد المؤشرات إيجابية على أنه، وحتى التقرير اللي تكلمت عليه مؤخرا، واخا أنا هذه القضية ديال التقارير لا تستهويني كثيرا، لأن التقارير تختلف من حسب كل مؤسسة كيفاش كتشوف وكيفاش. المهم هو أنه في نهاية المطاف يجب بفضل هذه الإجراءات اللي قمنا بها، وإذا تطلب الأمر إجراءات أخرى سوف تقوم بها الحكومة لكي نحافظ على هذه المواد كلها وعلى هذه المنتجات التي يستهلكها المغاربة في أسعار معقولة. ما تنسوش تابوناو فلاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.